انا لعبت بره النادي الاهلي، لعبت في البرتغال، لعبت في السعوديه، لعبت في مصر بره النادي الاهلي. لكن اكلمك بمنتهى الامانه، النادي الاهلي نعمه. اللي انا حسيته خلال الفتره اللي فاتت دي ان النادي الاهلي نعمه ولازم الواحد يحافظ عليها، وانا مش حابب اخرج بره النادي خالص. يعني انا واحنا مش عايزينك تخرج بالظبط، وانا واخد تحدي مع نفسي ان انا بجد بجد اشيل الفرقه دي، ان شاء الله. وان انا بجد يعني النادي الاهلي ده فعلا تحس بقيمة النادي الأهلي لما تخرج بره، لما تروح تلعب في مكان تاني تلاقي مش حد يبص لك، بتلاقي مش حد مركز معاك انت بتعمل ايه، ما بتعملش ايه. لا، في النادي الأهلي الدنيا مختلفة فعلا. فعلا النادي الأهلي نعمة. فأنا يعني أنا بتكلم في حتة ان فعلا الفترة اللي جاية دي فترة مختلفة تماما تماما.